والمواطنين المواطن الجزائري يبغي عنده الحق انه يعرف هذاك الوزير شوف كل وزير ابن الوزير بعض في باريس اعطيني اسمك فضلك شوف يا استاذ اعطيني اسمك تفضلك يا طالع الدوريه تفضلك هذا ممكن تهضر على وزاره على ما فرشنيش فيهم انا واش نعطيك هذا ممكن تهضر على وزاره شوف انا رئيس ادل معاهم في موريتي وادل معاهم في دي باسي بونجمان على البنيس يا استاذ انا على البيس بونجمان طيب السيد علي علي الزاوي كنت معاه السيد علي الزاوي السيد علي في جيجن ولعبت به والميتون بعد نسيت مع بنت السيد علي الزاوي السيد علي الزاوي على بالك شكون تاع جيجن ما نقولش السيد علي الزاوي السيد علي الزاوي شوف اسمح لي اسمح لي صاحبي اسمح لي سيد اسمح لي اترك لك لا لا اسمح لي لا شكون هذا المستثمر اللي تعرفه مع بونجمان تاع تعرفوا ما نعرفوش تعرفوا طيب يا والله ما نعرف وبعد بدك تدك اعطيني اعطيني شكون المستثمر شوف استاذ اسمع كل احترامات اسمع نحترمك ونعزك وانا احترمك اسمح لي انا كعائله ثوريه يقال لك عائله ثوريه اسمع العائله الثوريه خليها كوتي اليوم انا كرئيس حزب سياسي راني نتكلم معاك من باب النظره والاقتصاد ونظره على المشروع مانيش نتكلم معاك انا قلت يقال شوف يا استاذ شهيد قلت العكس يا استاذ شوف اني نتكلم معاك من الواقع مانيش نتكلم معاك من الهمجيه مش همج معاك انا نهضر معاك لا شوف انت يا كنت راكب في كار وحده الشاب نحن نحاول نحن نركب وين كنت هناك الارهاب وين كنت هناك الارهاب وين كنت شكون انت وين كنت سقسي عليا ما تسقسيش عليك وين كنت اعطيني اي عمليه درتها شكون سيد علي الزاوي سيد شكون العمليه انا ارهابي سيد خال اسمعني 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 والله تعبت اي عمليه درتها في مكافحه الارهاب شكون في مكافحه الارهاب واش درت انت واش درت انا قول لي واش درت انا تاريخي هضر عليا واش بالتاريخ السيد خال اسمع اسمع السيد خال ما تعرفش الرجال واش تحاول ما تعرفش الباتريوت اسمع أول من خلق خلية مدنية مكافحة الإرهاب أنا خلقتها في العاصمة.